العتبة العلوية طلبوا من عدي قالوا أخوي إحنا هذا الساعة إحنا مركز راح نسلمك إياه هذا تحت إدارة العتبة، إحنا شو نريد منك إذا تقدر يعني هم اجتمعنا طبعا بمديرية الشرطة ومديرية الصحة وصار الاجتماع وأنا قيدت بنود الاجتماع، فقالوا تقدرون تطلعون ضابط إلى أي دولة يطلع كشف على المراكز شلون تصير السكيورتي مالتها حتى يصير سكيورتي حديث، وإحنا مستعدين كعتبة علوية نساعدكم لأنه هذا خاف يمر بأزمة نفسية مثلاً وينتحر أو مثلاً خاف يشرد أو خاف شو يصير، فشوفوا العالم شلون يدقق يعني على هذا الموضوع شلون يحمي المريض وسووا مثله وإحنا شيء كلف نساعدكم. خويا صار لنا 5 أشهر مقدمين طلب الوزير الداخلية أن يطلع ضابط يعطي إجازة يطلع يروح لإيران أو للأردن أو المصر، ضابط من مكافحة المخدرات يسوي دراسة من مكافحة المخدرات حلو مختص أن يروح يسوي دراسة من شو يصير الخطة الأمنية لأنه إحنا هذه المخدرات جديدة علينا يعني حتى الضابط اللي مثلاً لما يدرسون بالكلية كلية الشرطة هم يدرسون شلون يحمون مراكز مكافحة الإدمان هذا شيء جديد على العراق ما كانوا بالعراق. 5 أشهر صار إن ما بقيت واحد ما وصلته يا وزير الداخلية مروتك يا سيادة الوزير بس تطي إجازة خلي يطلع يروح الإيران 5 أيام ويرجع بس يسوي بس 5 أيام ولا تخطرون عليه أنا من 5 أيام وأنا يعني وزارة الداخلية ما تخسر عليه فلوس بس المهم تعفي أو تطي إجازة أو تدز إيفاد أنا متبرع إي أنا متبرع من جيبي أنا يابا اجور الضابط يروح الايران هاي هم مطينا مجال عليها حيدر هاي هم مطينا مجال عليها وزير الداخليه بوي وصلوا لي يقولون يحبك بلكت الله يحبني تمام الى كل ضابط شريف تيشوف حيدر سفينه يوصل هذا الفيديو الى وزير الداخليه متعاون حيدر سفينه ويا العتبه العلويه ومسوين مركز مال مكافحه المخدرات او علاج المخدرات من المخدرات اريد السيد وزير الداخليه يعطي اجازه او ايفاد حسب الدوله اللي راح يدزوها العتبه العلويه وحيدر يدزوها الى دوله بس يتعلم نظام السيكريتي مالتها بويا وزير الداخليه الغانمي انت خوش زلمه تمام وناشدناك مرة ووفيت ويانا وهذا الموضوع ده يقول لك ما تكلف الوزارة فلس بس الإجازة أو تسوي له إيفاد تقول عمي إيفاد هذا رايح 5 أيام وبس حتى هذا الضابط يفتهم لأنه من مكافحة المخدرات حتى يرجع هنا ينطي دوره هو لضباط أو منتسبين من الداخلية أو من جماعتهم.